الحقيقة أنه تميز منهج الإمام البخاري في كتابة الحديث وفي التأليف عموماً بمزايا كتيرة جداً. أولاً الدقة اللي كانت عند الإمام البخاري، لأنه توخى مثلاً الحضر الشديد وهو بيألف جامعه الصحيح، الجامع الصحيح، وكان عنده تروي شديد جداً رغم حفظ الإمام البخاري الكبير واتساع مدارك الإمام البخاري ومعرفة الإمام البخاري العميقة برواة الحديث اللي هم بيطلق عليهم في علم مصطلح الحديث الرجال. وصنف الإمام البخاري الجامع الصحيح، قعد يألف في الكتاب 16 عام. يعني لنا إن احنا نتخيل لو أن مؤلفاً يؤلف كتاباً فيمكث في كتابته 16 عاماً، يعني مدة طويلة جداً، وده دليل على شدة حرص الإمام البخاري والتنقيح والتهذيب اللي كان يجريه في كتابه عشان يخرج كتاب الصحيح بمنتهى الدقة والانضباط وفق المنهج اللي هو ارتضاه أنه يعمل عليه داخل الجامع الصحيح. يعني من شدة حرص الإمام البخاري واستشعاره بأنه بيبحث وأنه بينقب وأنه بيجمع وأنه بيهذب في حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، كان بيعد نفسه لكل حديث بالاغتسال وصلاة ركعتين قبل ما يبتدي بقى أنه يستفتح الأمر. كان بيعمل استخارة مرة ويستفتح الكتابة كذلك بالاغتسال وصلاة الركعتين، يعني تقديرا منه وإدراكا منه واستمداد من رب العالمين سبحانه وتعالى، إن ربنا سبحانه وتعالى يفتح له ويهيئ له الخير. وده يديك نفسية هذا العالم الكبير ومدى إخلاص هذا المحدث العظيم المبجل الإمام البخاري، لأنه هو ده اللي جعل لكتابه كل هذا الزيوع اللي أثار الأحقاد ضده سواء في القديم أو في الحديث. إخلاص الإمام البخاري في صحيحه هو ده اللي فتح له باب الانتشار والزيوع والرواج في العالمين. بيقول الإمام البخاري: أخرجت هذا الكتاب، يعني الجامع الصحيح، من نحو 600,000 حديث. يعني قاعد ينتقي من 600,000 حديث، لأنه سافر شرقا وغربا جمع كل الأحاديث. لأن زي ما قلنا لحضراتكم قبل كده زمان شوية، أنه كتير من الصحابة انتقلوا إلى كثير من الأمصار يعلمون الدين ويعلمون كذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلق الناس إليهم لكي يتعلموا منهم، فانتشر الحديث في بلدان كثيرة، وأصبح لكل صحابي راوي أو أكثر من أو مجموعة من الرواة بيروا عنهم الأحاديث من هؤلاء الرواة اللي تلمزوا على إيد الصحابة الكرام بالسند المتصل إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسفار الإمام البخاري كانت كتيرة وكانت متنوعة في طلب الحديث الشريف. بعد ما جمع كل الحديث الذي وصلت إليه يداه، قعد يألف ينتقي وفق منهجه في 16 سنة، يألف كتابه اللي هو الجامع الصحيح. وبعدين بيقول كمان: وجعلته حجة بيني وبين الله عز وجل. جعل الجامع الصحيح ده هو بيرجو إنها تكون حجة له يوم القيامة، فتكون سبب في دخوله الجنة وفوزه بمرضات الله سبحانه وتعالى. جعلته حجة بيني وبين الله عز وجل. كل دي أمارات الإخلاص اللي ظهرت واضحة في منهجه وفي سمت الإمام البخاري وفي حرصه على طلب العلم وفي تعدد أسفاره وفي زهده رضي الله عنه. كان قليل الأكل رضي الله عنه، كثير الإنفاق على طلبة العلم رضي الله عنه، كان شديد الكرم. كل اللي يعامل الإمام البخاري كان يجد منه كرما وإكراما كبيرا.
الإمام البخاري لما بيوصف لنا أنه انتقل أحاديث من 600 ألف حديث وقعد 16 عام يألف في ده، وأنه اتخذ المؤلف ده حجة بينه وبين الله تعالى، ده بيدل على مدى تقدير البخاري للمسؤولية اللي هو فيها في اختيار الصحيح وانتقاء الصحيح من هذا الكم الكبير من الأحاديث التي بين يديه، الانتقاء والاختيار وفق منهج الإمام البخاري على شروطه كما سنرى. وكان الإمام البخاري دائم في طلب المدد والمعونة من الله سبحانه وتعالى، زي ما شفنا يغتسل ويصلي ويستخير قبل أن يضع، بعد ما يستفرغ كل الأسباب اللي بتؤدي إلى نجاح العمل العلمي هو مستعين بالله سبحانه وتعالى. وده يوحي إلينا جلال المهمة التي تصدى لها الإمام البخاري، وكان أنه يقدرها حق قدرها. فقد بلغ من حرص الإمام البخاري وعناية الإمام البخاري في الجامع الصحيح أنه أعاد النظر فيه مرات كثيرة جدا، وتعهده بالكثير من التهذيب والتنقيح قبل أن يخرج مؤلفه ذلك للناس. إحنا أمس تكلمنا في الشروط العامة في راوي الخبر، يعني راوي الحديث إيه الشروط العامة؟ واحد بيجيب خبر من رواة الحديث إنه ده خبر مروي عن سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، نقله عن شيخي، الراوي بينقل عن شيخي، وهكذا إلى أن يصل إلى الصحابي ثم إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فعلماء الحديث حطوا مجموعة من الشروط اللي اشترطها علماء الحديث حتى يقبل الخبر اللي بيرويه لينا ولا الراوي ولا يرد هذا الخبر. غير أن الإمام البخاري قد زاد على هذه الشروط ما جعلها أكثر دقة وتشدد في مسألة قبول الرواية من الراوي. وذكر علماء الحديث اللي درسوا، اللي قاموا بدراسة صحيح الإمام البخاري، الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، لأنه ده اسم الجامع الصحيح وبنذكر به بين الحين والحين. ليه؟ لأنه من الاسم ده أنت تقدر بمنتهى البساطة الباحث الطالب العلم يعرف منهج الإمام البخاري، وأنه ما جمعش كل الصحيح عشان دي اتخذوها مطعن ضده، لا، هو انتقى وفق المنهج بتاعه وجمع مجموعة من الصحيح في هذا الكتاب على شروطه، وطبعا مع اعتبار شروط علماء الحديث وزاد عليها الإمام البخاري. يعني اللي تتبعه من طريق الاستقراء، يعني استقرأوا كده منهج الإمام البخاري في صحيحه، وجد مثلا إن هو اشترط في رواية الصحيح مجموعة من الشروط، منها الاتصال. ايه الاتصال ده؟ هو اتصال السند. يعني ايه اتصال السند؟ يعني اشترط الامام البخاري ان الراوي النهارده بيجي له بيقول له انه بيروي الحديث عن شيخه هذا او عن الشيخ الذي يروي عنه، انت شفت هذا الشيخ؟ اتلمست على ايديه؟ لازمته في طلب العلم؟ فاشترط أنه مع المعاصرة اللي ارتضاها أهل الحديث، مش المعاصرة فقط، مش أنه يكون في زمنه بس، لا، وكمان اللقاء. فاشترط مع المعاصرة اللقاء، أن هم يكونوا في زمن واحد وأن يتم لقاء الراوي بشيخه الذي روى عنه. فما أجي أقول النهاردة فلان يروي عن فلان، فهذا الراوي يروي عن شيخه، يبقى بتروي عن شيخك بأن يكون إسناده من شيوخه إلى الصحابي متصل، إسناده من شيوخه إلى الصحابي متصل من غير طبعا شذوذ ولا علة كما ذكر، وإنه يكون الراوي ده طبعا ثقة، وإنه يكون مشهور بالعدالة في نفسه والضبط لما يرويه، وإنه يكون طبعا في أعلى درجات الضبط والإتقان بين الرواة عن شيخه. وطبعا يستوفي هذا الراوي كل الشروط اللي قالها علماء الحديث مع ما أزاده الإمام البخاري من شروط. طيب طريق ثبوت اللقاء عند الإمام البخاري يعني تدور على التصريح
بالسماع في الإسناد. أنت بتقول أيها الراوي، مثلا فلان ده بيروي عن شيخه فلان. طيب يعني لما يجي يعبر، لما يجي يتكلم يقول الراوي في روايته عن شيخه، يعبر بصيغة صريحة في السماع من الشيخ الذي لازمه وأخذ منه رواية الحديث، زي مثلا سمعت من فلان، من شيخي فلان، حدثني شيخي فلان، أخبرني شيخي فلان. يبقى سمعت وحدثني وأخبرني معناها أنه إيه؟ عاصره ولازمه واستمع منه، خد منه الحديث مباشرة. فإذا ثبت السماع عند الإمام البخاري في موضع إن الراوي سمع عن شيخه ذلك، إذا ثبت السماع عنده في موضع بيحكم به في سائر المواضع. وعشان كده كان الإمام البخاري بينتقم من الرواة، لأن ده شرطه اللي شدد فيه جدا، ينتقم من رواة الحديث من كانوا أكثرهم صحبة لشيوخهم وأكثر ملازمة لهم وأعرف وأكثرهم معرفة بحديث شيوخهم. وعلى أساس ده، أو على أساس من هذه الشروط، جاء صحيح الإمام البخاري مختصر، ما استوعبش كل الصحيح، بل هو ترك كثيرا من الصحيح لأنه تشدد الإمام البخاري ووضع يعني شروطا كما رأينا زاد فيها، كانت أكثر دقة في قبول الخبر. حتى الإمام البخاري نفسه بيتكلم وبينبه، بيقول لم أخرج في هذا الكتاب، أي في الجامع الصحيح، لم أخرج في هذا الكتاب إلا صحيحة، وما تركت من الصحيح أكثر. لأنه هو درة، كتاب الجامع الصحيح درة، هو بينتقي وقعد 16 عام يألف ويجمع ويشوف الرواة ويتتبع كل راوي ويتأكد إن الراوي ده تتلمذ على شيخه وسمع منه مباشرة من غير قطع، متصل لغاية ما يوصل إلى الصحابي، ومن الصحابي رفعه إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. منتهى الدقة من الإمام البخاري. وأهل التخصص، أنا بس بجتهد قدر الطاقة أوصل جهد هذا الإمام المبجل، عشان من يطعنون في علمه لم يقوموا بدراسة ما قام به هذا الرجل. منهجه غاية في الإبداع في التأليف. حتى احنا لما هنعيش ونشوف داخل الجامع الصحيح نفسه من التنظيم والتبويب اللي بيبرز أنه فقيه مجتهد رضي الله عنه. بلغ كتاب الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، اللي هو الجامع الصحيح للإمام البخاري، بلغ مبلغ عظيم جدا من الانتشار والذيوع بين أهل العلم خاصة والناس عامة. لذلك لما أخرج الإمام البخاري الجامع الصحيح للناس وبدأ يحدث به، يعني خلاص خرجوا في كتاب وضبطوا وهذبوا ورجعوا وأعطاه للعلماء، زي ما شفنا بص فيه الإمام وراجعه الإمام أحمد بن حنبل وعلي بن المديني، يعني راجعه أهل زمانه من أهل الحديث، ده فوق الدقة الشديدة اللي تكلم فيها كثيرا علماء الحديث، دقة الإمام البخاري وانضباط المنهج اللي ماشي عليه. لو أنا مش فاهم منهج الإمام البخاري، هتسمعوا الكلام اللي انتوا عمالين تسمعوه ده قول ناس بتتكلم بلا علم. لازم أبقى فاهم كمان الدراسات اللي قامت على هذا الجامع الصحيح، لأنها بتعرفني درر ومعاني كثيرة، فأقدر أستوعب العلم العظيم والمنهج الرائق اللي اشتمل عليه الجامع الصحيح للإمام البخاري. بدأ بعد كده الإمام البخاري لما خرج الجامع الصحيح، خرجه كتابا للناس، بدأ يحدث به وطار في الآفاق أمره، فهرع إليه الناس من كل فج يتلقونه عنه، حتى بلغ، قيل إنه بلغ من أخذه، اللي تلقى الجامع الصحيح وسمعه من الإمام البخاري، نحو من 100,000 نفس، 100,000 شخص من طلبة العلم، وانتشرت نسخ
الجامع الصحيح في الأمصار، وعكف الناس عليه حفظا ودراسة وشرحا وتلخيصا. والحقيقة أنه كان فرح أهل العلم بالجامع الصحيح عظيم، لأنه جهد كبير قام به الإمام البخاري. أحب أختم حلقة النهاردة أو مقدمة الحلقة بالرؤية اللي رآها الإمام البخاري في منامه. شفتوا أنتوا لو تتذكروا لما هو سمع في مجلس شيخي بأنه رجا من طلابه أن هم يقوموا بأنه يألفوا في الحديث، في مختصر الحديث الصحيح، وده زي ما الإمام البخاري قال وقع ذلك في قلبي. كذلك في رحلته رأى هذه الرؤية التي يرويها الإمام البخاري، فروي عنه أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام كأني واقف بين يدي وبيدي مروحة، حاجة زي المروحة اللي بنهوي بيها، فهو واقف بين إيدين النبي عليه الصلاة والسلام، وفي إيدي المروحة دي بيقول: أزب بها عنه، يعني يهش بها أي حاجة تطول حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. فبعد ما قام من النوم فبيقول: سألت بعض المعبرين، الناس اللي بتفسر الرؤى، فقالوا له: أنت تزب الكذب، تزب الكذب عنه، فهو يعني تزب الكذب الذي ربما قد يلحق به صلى الله عليه وسلم من جهة التدليس أو الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وده تصوير المنام، ده تصوير للحالة اللي كان عليها والإخلاص الشديد اللي كان عليه الإمام البخاري وهو يجمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو كذلك يعمل في مؤلفه الذي مكث فيه 16 عاما رحمه الله رحمة واسعة. ولذلك قال بعد ما اتكلم عن هذه الرؤية: فهو الذي حملني على إخراج الصحيح. رحم الله تعالى الإمام الحافظ الفذ المبجل محمد ابن إسماعيل البخاري.